بسم الله الرحمن الرحيم، مكملين مع بعض النهاردة الجزئية التصميم الكاميرات اللي حامله البلاطات الوان واي والتو واي. الفيديوهات اللي فاتت شرحنا ازاي ان انا لما يبقى عندي كاميرا شايله وان واي او تو واي اللود اللي جاي لي من البلاطه ازاي بحسبه، وخدنا مثال على الكلام ده بالارقام. طلعنا في الاخر الستيرنج اكشن على القطاع المومنت والشير. دلوقتي عندي كاميرا عليها مومنت وشير، الخطوه اللي باقيه لي ان انا ازاي اصمم الكاميرا نتيجه المومنت او عزم الانحناء اللي عليها، ونتيجة ان انا اسيفها برضو نتيجة الشير اللي عليه. وهناخد برضو في الفيديو ده، احنا هنقسمهم فيديوهين، واحد عن الشير وواحد عن المومنت. وهناخد في الفيديو بتاع المرة دي اللي هو بتزاين المومنت ده، لو انا كان عندي مومنت بيأثر عن القطاع والمومنت ده كان معدي المومنت الماكسيمم بتاع القطاع، يعني انا قطاع صلحته بالماكسيمم وفي نفس الوقت مش مسيف نتيجة العزم اللي عليه، فكان بيبقى عندك حل تاني انك تروح تكبر الدي تزود العمق او تطلع في ابعاد القطاع يعني. وفي نفس الوقت انت ممكن تبقى محكوم بالمعماري فما عندكش امكانيه انك تكبر القطاع، فالمشكله دي هتتعامل معاها ازاي؟ هنبقى ساعتها عن طريق انك بتضيف حديد في الضغط ويبقى القطاع اللي عندك دبل رينفورسد، فهنشوف الكلام ده ايه في الفيديو ده برضو ان شاء الله، لان الحاجات دي بتقابلنا كتير برضو في الشغل. فاحنا هنتكلم النهارده عن ديزاين بيم، والفيديو ده هيبقى نتيجه المومنت. طيب القانون اللي احنا هنشتغل بيه اللي هو بيبقى قانون الدي بتساوي سي 1 جذر الام التيميت على الاف سي يو في البي. طيب هنتكلم برضو عن تعويض القوانين دي بالوحدات، لان ناس سألت عن الموضوع ده بتعوض ازاي بالوحدات. الدي دي بعوضها بالمليمتر، والدي دي بتساوي تي بيم الكلية ناقص 50 مليمتر، وده اللي هو الكفر بتاع الخرسانة. يعني مثلا لو كانت الكاميرا اللي عندك التيك كلية بتاع حياتها 60 سنتي مثلا، فراح اقول 600 ملي ناقص 50 ملي، يبقى انا عندي الدي ساعتها 550 ملي. السي وان هو الترم المجهول في المعادلة، الام التيميت ده انت خلاص حسبته، بس هل انت حاسبه كيلو نيوتن بالمتر ولا حاسبه بالطن في المتر؟ انا هشتغل وحداتي بنيوتن في الملي متر، وده بنيوتن في الملي متر. فعشان احول من كيلو نيوتن في متر لنيوتن في الملي متر، بضرب هنا في 10 أس 6، لان الكيلو نيوتن فيه 1000 نيوتن والمتر فيه 1000 ملي متر، يبقى انا معايا 6 صفار. طب لو شغال بالطن متر هروح اضرب في 10 أس 7، لان الطن فيه 10000 نيوتن والمتر فيه 1000 ملي متر، فيبقى عندك 4 اصفار وزائد 3 يبقى 7 اصفار، يبقى 10 اس 7. طيب ال FCU اجهاد كسر المكعب للخرسانة، وده حسب انت شغال باجهاد ايه، 25 ولا شغال 30 ولا شغال 35 ايا كان، والوحدات اللي عندك بتبقى اللي هي الميجا باسكال او النيوتن على المليمتر المربع. البي اللي عندي دي هي عرض القطاع المعرض لاتجاه الضغط في الكاميرا، وده بيفرق عندك هل القطاع اللي عندك هو R section ولا القطاع اللي عندك هو T section ولا القطاع اللي عندك هو L section. ده بالنسبة لي هو ال B، وده بالنسبة لي هو ال B، وده بالنسبة لي هو ال B. وطبعا الوحدات بتاعتها بتبقى بالمليمتر. طب ايه الكلام، يعني ايه R section، يعني ايه T section، يعني ايه L section؟ بص انا لو عندي مثال كاميرا بالشكل ده مثلا وقطعت فيه، طبعا هيبقى عندك عزم هنا سالب على الركيزة دي ويبدأ يقلب معاك، تمام. طب الكاميرا دي كان مكانها في البلان، الكاميرا دي اللي هي بالنسبة لي الكاميرا اللي في النص، الكلام ده لو انا جيت قطعت فيه خدت قطاع، فهل ان القطاع ده جايب معايا البلاطة، جايب معايا البلاطة بالشكل ده، ودي بالنسبة لي هي تبقى ايه الكاميرا، قطاع تي سكشن دي البلاطة السلابة، الفلانجة دي هي السلابة اللي عندي ودي بقيتها الكاميرا. نفس الكلام هنكرر بس القطاع ده تاني هنا، يبقى كده ولو انا خدت ده سميته سكشن 1-1 وخدت ده سميته سكشن 2-2،
وقلت ان ده هيبقى سكشن واحد، وقلت ان ده هيبقى سكشن اتنين. لو انا جيت شفت العزم على سكشن واحد ده، هلاقي العزم اللي فيه طالع من تحت لفوق، دي للسهم اللي تحت، دي للسهم اللي تحت. وهنا لو جيت شفت عند سكشن اتنين، هلاقي ان العزم السالب عندي هو دي للسهم لفوق. ده معناه ايه؟ معناه ان هو بيشد المنطقة اللي تحت دي ويضغط في المنطقة اللي فوق، هنا بيشد المنطقة اللي فوق، شوف بيسحب معاك المنطقة اللي فوق ويضغط في المنطقة اللي تحت. لو انا جيت خدت من نوترال اكسس اللي عندي جهة الضغط، هلاقي ان المنطقة اللي متحشرة دي، ولو انا جيت خدت النوترال اكسس بتاعي كده، هلاقي ان المنطقة المتحشرة جهة الضغط هي دي، لان هنا ده شد ده ضغط، هنا ده ضغط هنا ده شد. فلان القطاع جهة الضغط هنا تكون معايا تي، والقطاع جهة الضغط هنا تكون معايا الار. فلو القطاع كان ار سيكشن، بروح اقول ان البي هي البي بيم اللي هي عرض الكاميرا، وليكن انا شغال كاميرا عرضها 20 سنتي، يبقى انا البي اللي عندي هتبقى كام؟ 20 سنتي. طب لو انا شغال والقطاع طلع معايا تي سيكشن، بروح احسب البي دي، ولاقي ان البي دي بتساوي عرض الكاميرا ومجموع عليها طول من البلاطة دي وطول من البلاطة دي. طب البي دي بتساوي ايه؟ البي دي اصلا عشان يبقى الموضوع اللي عندك كريتيكال، او تبقى انت متحفظ، او الموضوع عندك سيف اكتر، ان قيمة البي تبقى قليلة. عشان كده لما هجوم حطوا قانون البي ده، قالك ان البي هي الاقل من 3 حاجات. اول حاجة من السنتر لاين للسنتر لاين البلاطة، بمعنى ان الكاميرا دي اللي عندي دي بالشكل ده، لو عايز احسب لها البي وكانت طالعة معايا تي سيكشن، فبروح انصف الطول اللي فوق ده بالشكل ده، واروح انصف الطول اللي تحت بالشكل ده، ويبقى الطول ده كله هو بالنسبة لي البي. بمعنى لو انا الطول ده كله 4 متر، والطول ده كله 3 متر، البلاطة دي 3 والبلاطة دي 4. الكلام ده معناه ايه؟ الكلام ده معناه لما اجي انصف البلاطة دي واجي انصف البلاطة دي، ديت 4 على 2 هيديني 2، يبقى انا عندي الطول ده طوله 2، والطول ده هيبقى طوله 1.5، يبقى الاجمالي بتاعهم 3.5. ده كده يعني ايه من سنتر لاين لسنتر لاين، تمام؟ طيب القانون التاني بيبقى 16 تي اس زائد البي. 16 مضروبة في التي اس اللي هو سمك البلاطة، وليكن كانت البلاطة اللي عندك ب15 سنتي مثلا، والبي اللي هنا هو عرض الكاميرا، وليكن انت شغال كاميرا 20، يبقى العرض اللي معانا كام؟ 20. واحنا خلينا نثبت عرض الكاميرا في الشغل اللي معانا كله اللي جاي، ان عرض الكاميرا الساقط عندنا هيبقى 20 سنتي، لان ده بيتماشى مع الشغل في الخليج، ان انت اصلا عرض البلوك عندك بيبقى 20 سنتي، والعمود كمان بيبقى عرضه كمان 20 سنتي. فاحنا خلينا مثبتين ان عرض الكاميرا عندنا هيبقى كام؟ 20 سنتي. الحاجة التالتة ان هو قالك بتبقى كي في ال على 5 زائد البي. كي في ال على 5 زائد البي. طيب الكي دي ايه والال والبي؟ البي دي اللي احنا قلناها اللي هي البي بي اللي هو عرض الكاميرا، وليكن مثلا كمثال 20 سنتي. طب الال والكي، بص انت لو عندك المثال، لو الكاميرا اللي عندك كانت سمبل، لو انا جيت رسمت عليها العزم، هلاقي ان العزم جاي منين؟ من سنتر سنتر. فلو ده ال ال نوت، يبقى ال ال نوت هتساوي ال ال واحد اللي هو المسافة دي. طيب لو انا كان عندي الكاميرا بالشكل ده، ساعتها هروح الاقي ان في هنا عزم سالب وهنا المنطقة دي. ولو كان ده بالنسبة لي ال ال نوت، واللي من الزيرو مومنت للزيرو مومنت هو ال ال واحد، هلاقي ان ال ال واحد ساعتها اقل من ال ال نوت. يعني انا محتاج رقم اضربه في الطول سنتر الكاميرات من سنتر سنتر عشان احصل على ال واحد. نفس الكلام لو انا كان عندي ده، الكاميرا دي مستمرة من الجهتين، كنت هلاقي العزم اللي عندي جاي بالشكل ده، فلاقي ان المنطقة دي اللي هي ال ال واحد والمنطقة دي هي ال ال نوت، كنت هلاقي ان ال ال واحد اقل من ال ال نوت، وهلاقي ان هو كمان محتاج ان انا برضو اضربه في معامل بحيث اقلله. طيب الكي دي بقى هو المعامل اللي بينضرب في ال ال علشان يديلك البحر اللي انت ايه محتاجه. هنا لما يبقى الكاميرا اللي عندك سيمبل، قالك خد الكي هيساوي 1، لان انا مش محتاج فاكتور هنا ان انا اقلل بيه البحر. لكن هنا انا قلت ان ال ال واحد اقل من ال ال نوت، صح؟ نتيجة ان انا عندي الكاميرا مستمرة، فعندي عزم سالب، فالزيرو مومنت تتحرك شوية، فقال لك خد الكي في الحالة دي ب8 من 10.
طب لو هي كانت مستمرة من الجهتين قال لك خد الكي في الحالة دي ب7/10، يبقى لو كانت الكاميرا اللي عندك سيمبل سيمبل خدها بواحد، لو سيمبل كونتينيوس خدها ب8/10، لو كونتينيوس كونتينيوس خدها ب7/10. طيب يعني ايه لو انا عايز اخد بس مثال سريع ازاي احسب البي؟ كان عندي مثلا بلطين بالشكل ده، تمام، الطول ده 3، الطول ده 4، الطول ده 3، الطول ده 4، وانا بحسب للكاميرا دي، فانا ان انا باخد سنتر لاين البلاطة، سنتر لاين البلاطة يعني الطول ده كله، دي 1.5 ودي 1.5، يبقى الطول ده كله 3 متر. البي اقل من سنتر لاين لسنتر لاين اللي هي هنا 3 متر. القانون التاني 16 TS + البي، وليكن ان البلاطة دي كانت 15 سنتي ودي هي كمان 15 سنتي، هروح اقول له 16 × 15 عشان اشتغل بالمتر واجمع عليها عرض الكاميرا اللي هو كان 2/10، هتلاقيها طالعة 2.6 متر. القانون الثالث اللي هو كان كي في ال على 5 + البي، هتلاقي ان انا دلوقتي الكي الكاميرا دي دلوقتي هي عبارة عن كده سيمبل سيمبل، فالكي بتاعها بواحد، يبقى انا هقول له 1 مضروبة في طول الكاميرا اللي عندي هي 4 متر مقسومة على 5 واجمع عليها 2/10، هيطلع معايا 1 متر، يبقى الكلام ده بيطلع معايا 1 متر، وده 3 متر وده 2.6. ساعتها البي هتاخد اقل رقم فيهم اللي هي بتبقى ب1 متر. خلاص، يبقى ده ازاي تحسب البي لو عندك القطاع تي سكشن. طيب لو القطاع اللي عندي كان ال سكشن، وقلت ان انا باجي هشر طلع معايا بالشكل ده، القطاع ده يظهر معاك امتى؟ القطاع ده يظهر معاك، خلينا ناخد برضو نفس المثال اللي فات اللي هو عندي كاميرا ومستمرة وخدت برضو العزم عليها بالشكل ده بحيث يبقى عندي عزم فوق وعزم تحت، والكاميرا دي كانت في البلان الكاميرا تبقى عندي هي الكاميرا دي كاميرا ايدج، كاميرا على حد المنشأ او كاميرا مفيش من ناحيتها بلاطة غير من ناحية واحدة بس، يعني هنا الكاميرا دي عندها بلاطة من الناحية دي لكن هنا اصلا فراغ، هنا مفيش بلاطة، يبقى ساعتها لما اجي اخد قطاع في الكاميرا دي القطاع ده معايا يطلع ازاي؟ هيطلع كده. صح، وده هبقى انا قاطع فيه، ونفس الكلام برضو لو انا جيت خدتها كده دي كده بالنسبة لي الفلانجة بتاعت البلاطة ودي الكاميرا وانا برضو قاطع كده، لو انا قلت ان ده برضو سكشن واحد وان ده هو سكشن اتنين، هلاقي ان عند سكشن واحد العزم جاي كده، عند سكشن اتنين العزم جاي كده، فلما اجي هشر منطقة الضغط هلاقيها طالعة معايا ال سكشن، ولما اجي هنا هشر منطقة الضغط هلاقي ان القطاع طالع معايا ار سكشن، فساعتها دي هتبقى البي اللي عندي اللي انا شغال بيها في القانون، لكن هنا ساعتها البي اللي عندك هتبقى جزء منها في الكاميرا وجزء منها مجموع عليه اللي هو الجزء ده اللي هو المجهول ده اكس. خلاص، طب هحسب البي اللي هنا دي ازاي؟ يبقى دي الحالة اللي ممكن تديك القطاع ال سكشن. طب احسب البي ده ازاي؟ بص، البي اللي عندي هتبقى اقل من برضو 3 حاجات، من السنتر لاين للسنتر لاين، وده قلنا بنعمله ازاي، سنتر لاين البلاطة سنتر لاين البلاطة، ده بيبقى 6 TS + البي، يعني بدل 16 في حالة التي لا في حالة ال L سكشن بضرب في 6 TS + البي. الحالة التانية هي كي في L على 10 + البي، وقلنا ان الكي عندي بتبقى بواحد صحيح لو هي سيمبل سيمبل، او 8/10 لو هي مستمرة من جهة، او 7/10 لو هي مستمرة من الجهتين.
خلاص ناخد برضو مثال سريع كده عليها، ان انا لو عندي بلاطة ديت 4 وديت 3 وعايز احسب للكاميرا دي، الكاميرا دي عندي بلاطة على الشفة الشمال او حد الشمال ده، هتديك زي فرنج شمال كده، فهتقول ان انت عندك من سنتر لاين البلاطة لسنتر لاين البلاطة هيديني ب2، ولو 6 TS زائد البي على مثلا ان الكاميرا دي كانت ب15 سنتي، فهيبقى 6 × 15 من 100 زائد الكاميرا كانت عندك 20 سنتي فتبقى ب2 من 10، هتلاقي ان الرقم ده كان طالع 6 × 15 من 100 مجموع عليه 2 من 10 يطلع ب1.1 بالمتر. الكي في ال على 10، انا عندي الكاميرا دي سيمبل فتبقى كي طول الكاميرا اللي عندي 3 مقسوم على 10، الكلام ده اجمع عليه 2 من 10، عرض الكاميرا يطلع معايا بنص. ساعتها هتلاقي ان البي اقل رقم في الثلاثة دول اللي هي هتطلع معاك بكام؟ 5 من 10. ده مثال ازاي برضو تحسب عندك البي سيكشن لو كانت ال سيكشن او تي سيكشن. طب ده كده خلاص خلصنا المعادلة اللي هي ال دي بتساوي سي 1 جذر ال ام التيميت على ال اف سي يو في البي، وقلنا البي دي بنحسبها ازاي. بطلع من هنا ال سي 1 تمام، وراح اجيب منها الجي عن طريق الشرط ده، بجيب منه ال سي 1 بدخل بالرقم اللي انا مطلعه واجيب منه الجي اللي قباله بالرقم اللي قباله. يعني مثلا السي كانت طالعه ب 361، هتلاقي ان الجي طالعه عندك ب 786 من 1000. خلاص ده الكلام ده، الشرط ده ممكن تحصله في مذكرات المهندس ياسر الليسي جزاه الله كل خير، وموجوده في الكود برضه. طيب جميل، بعد ما جبت الجي بعمل ايه؟ بروح اعوض في معادلة التسليح اللي هي الاريا ستيل بتساوي الام التيميت مقسومة على الاف يلد في الجي في الدي. طب الام التيميت دي قلنا ان احنا بوحدات النيوتن في الملي متر، لان الاف يلد اللي هنا كمان انا شغال بنيوتن على الملي متر المربع اللي جد بتاع الحديد ده، وليكن 400 او دي هي معادلة الميجا باسكال، 400 أو 420 حسب ما انا شغال الجريد الحديدي اللي عندي. الجي انا طلعتها من الجدول، والدي انا جايبها اصلا قبل كده اللي هي التي ناقص 50 50، ده اللي هو قلنا الكفر، والوحدات عندك كلها بالملي متر، فهتلاقي ان التسليح اللي طالع عندك هو ملي متر مربع، اللي هو حتى انت لو جيت شفت الوحدات ده نيوتن في ملي متر مقسوم على الاف اللي ده نيوتن على ملي متر مربع، ده ثابت، والدي هنا بالملي متر. يعني ممكن تقول ان يعني بس نيوتن في الملي متر مقسوم على نيوتن ومقام المقام بسط فتبقى في الملي متر تربيع مضروبة في الدي اللي هي كانت بالملي متر، فتلاقي ان الملي متر دي راحت مع الملي متر ده والان مع الان، هيبقى لك الملي متر تربيع اللي هي مساحة التسليح اللي طلعت عندك. الرقم اللي طلع هنا بروح اقسمه على مساحة القطر بالملي متر، هيطلع لك رقم وبتقرب بالزيادة بواحد. يعني لو كان طالع مثلا ب3.6 اخده ب4، بزود بالزيادة بواحد. خلاص، بس الكود قال لك ان التسليح اللي انت طلعته ده لازم تروح تقارنه بحاجتين، ان التسليح اللي عندك ده ما يقلش عن الاريا ستيل ماكس المينيموم تمام، وفي نفس الوقت الاريا ستيل ده برضه ما يزيدش عن الاريا ستيل ماكسيموم. ده اللي انا طلعته من المعادله، اروح اشيك عليه هل هو اقل من المينيموم ولا اكبر من الماكسيموم، لان التسليح اللي انا مطلعه من المعادله لازم يكون محصور ما بين الاريا ستيل مينيموم ويكون اقل من او يساوي الاريا ستيل ماكسيموم. طب ليه؟ ليه الاريا ستيل ما تنفعش تعدي الماكسيموم؟ عشان القطاع اللي عندك ساعتها هيبقى اوفر رينفورس تمام، وده بيخلي عندك القطاع يبقى فيه بريتل فيلير. اما القطاع لو كان تسليحه اقل من التسليح اللي من القطاع، ده معناه ايه؟
ان انا صلحت قطاع باقل من المينيمم، ايه اللي ممكن يحصل؟ الكلام ده هتلاقيه مأثر على دكتيلتي بتاعة الحديد، لان الدكتيلتي بتاعة الخرسانة، لان القطاع دكتيلتي القطاع، لان الحديد في القطاع مع الخرسانة بيعمل لك حاجة اسمها مور دكتيلتي، بيخلي فيه ممطولية للقطاع. وفي نفس الوقت ان القطاع ده لما يبقى متسلح بتسليح اقل من المينيمم، ده معناه ان الام التيمت اللي عندك واقع على القطاع ده هتبقى اقل من الام كراك للقطاع. بس لو انت جيت بعد كده مثلا في ظروف تشغيلية ما والحمل زاد عندك على المنشأ، والام التيمت ساعتها تعدت الام كراك، وانت اصلا مسلح بتسليح اقل من المينيمم، القطاع ده هيشرخ وينهار منك فجأة. الحاجة التالتة ان هو بيساعدك في مقاومة الشد الناتجة عن انكماش الخرسانة أثناء التصلب. دي من الحاجات اللي انت المفروض تبقى واخد بالك منها، ليه التسليح اللي عندي ما ينفعش يقل عن المينيمم، وفي نفس الوقت برضو التسليح اللي عندي ما يزيدش عن الماكسيمم بتاع القطاع. طب الاريا ستيل مينيمم دي قانونها ايه؟ الاريا ستيل مينيمم دي قانونها بيبقى الاكبر من هنا، باخد حاجتين، باخد الايه الرقم الاقل منهم اللي هي نيو مينيمم في البي في الدي، وهنا 1 و3 مضروبة في الاريا ستيل اللي انا حسبتها، بحسب الرقم ده وبحسب الرقم ده وباخد الاقل فيهم واحطه هنا. الرقم التاني هو 15/100 في البي في الدي بتاع القطاع. خلاص، ده الكلام ده للجريدات بتاعت الحديد اللي هي 350 او 400 او 420. لو كانت الجريد اللي عندك 240، هيبقى النسبة اللي عندك دي 25/100 في البي في الدي. هتلاقي الكلام ده كله انت عادي تعرف تحسبه، ما عدا النيو مينيموم. النيو مينيموم دي قال لك حسبتها بتبقى الرقم اللي هو اكبر من حاجتين. اول حاجة بتبقى 2.25 جاز ال اف سي يو مقسوم على الاف يلد، يا اما 1.1 على الاف يلد. بحسب الرقم ده وبحسب الرقم ده واخد الرقم الكبير ما بينهم واحطه هنا، يبقى انا كده جبت النيو مينيمم. اروح اضربها في البي في الدي ويطلع لي رقم، واضرب الاريا سي اللي انا طلعتها من القانون اللي فات في 1 و3 هيطلع لي رقم. اخد الرقمين دول الرقم الاقل واحطه هنا، اروح احسب 15/100 في البي في الدي هيطلع لي رقم. تمام، القانون ده خاص بالتسليح اللي هو 350 و420. هطلع الرقم اللي طلع من المعادلة دي وليكن كده، وده معايا الرقم التاني، واخد منهم الرقم الكبير. ده كده حسبة الاريا ستيل مينيمم. طب الاريا ستيل ماكسيمم، الاريا ستيل ماكسيمم ده بيساوي نسبة او النيو ماكسيمم مضروبة في البي في الدي بتاع القطاع اللي انا شغال بيه. دول خاص بالكاميرا. اما النيو ماكسيمم ده بدخل جدول كده بدلالة الاف يلد معايا بكام، بروح اخش على الجدول، بتلاقي مثلا هو موجود معانا هنا ده الجدول اهو، برضو موجود في مذكرات المهندس ياسر الليسي او موجود في الكود اللي رايحك روح له. موجود في الكود المصري 2018 جدول 4-1 صفحة 4-6. التسليح بدخل بدلالة الاف يلد اللي عندي، الاف يلد اللي عندي كانت مثلا طالعة ب400، اروح اعوض في القانون ده 4.31 × 10^4 في الاف سي يو. الاف كيوب اللي عندك اجاك كسر مكعب الخرسانة اللي انت شغال بيه 25 ولا 30، هيطلع لك من هنا رقم، تاخد الرقم ده تضربه في البي في الدي، ساعتها يبقى انت كده جبت الاريا ستيل ماكسيموم اللي عندك. ده كده حسبة الاريا ستيل مينيموم وحسبة الاريا ستيل ماكسيموم. ده كده بكل بساطة ازاي تصمم كاميرا عليها عزل. انت ممكن تاخد بقى الارقام دي تدخل شيت اكسل تبرمجها كده واخد بالك، بحيث تدخل بعد كده الجيفن اللي عندك العزوم والقطاع والكلام ده كله، وهو يبدأ بعد كده يديك التسليح اللي ما انت محتاجه كام. خلاص، والتسليح ده برضو تحط معادلات ليه تتقارنه مثلا بالمينيموم والماكسيموم، وساعتها التسليح اللي عندك هيبقى طالع اصلا هو ايه مش هيك على نفسه. يعني انت ممكن قوانين المانوال دي تدخلها شيت اكسل وتشتغل انت بيه. عايز تحسبها برضو بايدك مفيش مشكله، في شيتات اصلا اوريدي فيها الكلام ده برضو مفيش مشكله، بس يبقى انت عارف الاساس او عارف الدنيا فيها ايه.
طيب احنا قلنا ان انا كان القانون بقى اللي انا دلوقتي بتكلم ان انا كان عندي قطاع، الحاجة التانية اللي اتكلمنا فيها في الفيديو، قطاع عليه عزم، العزم ده القطاع ما يقدرش يتحمله او العزم ده اكبر من الماكسيمم نتيجة التسليح اللي فيه. قلنا ان انا بيبقى عندي حاجتين، يا ازود القطاع يا اما استخدم الاريا ستيل داش، وده ساعتها بيبقى القطاع عندك بنسميه اللي هو الدبل رينفورس. بمعنى الكلام ده اصلا هيظهر معاك ازاي؟ لما انا اقول ان دي هتساوي سي 1 جذر الام التيميت على الاف سي يو في البي، لما باجي اطلع السي 1 دي، السي 1 دي لو طلعت اقل من 2.83، وده الكلام ده للاف يلد 400، وبالنسبة للاف يلد 420 هتبقى اقل من 2.85. لو السي 1 الرقم بتاعك اللي طلع من المعادلة ده كان اقل من الرقمين دول، يبقى انت كده يا معلم القطاع اللي عندك ده المومنت اللي عليه هيبقى اكبر من الماكس، فيبقى عندك فرق مومنت محصور ما بين المومنت اللي تحمله القطاع اللي هو المومنت ماكسيمم، والمومنت اصلا اللي عندك الاوريدي اللي جاي من ال WL سكور على 8 او ايا كان، تمام، اللي سبرينج اكشن انت كنت حاسبه. فساعتها بتروح تحسب حاجة اسمها الاريا ماكسيمم، والقانون بتاع احنا عارفين ان الايه في طريقة الفيرست برينسيبل كنا بنقول ان الايه بتساوي 8/10 سي، صح؟ كنا بنقول ان الايه بتساوي 8/10 سي، وقلنا ان السي هتساوي 2/3 مضروبة في 400 600 قصدي على 600 زائد اف يلد على الجاما اس، والكلام ده كله مضروب في الدي، يبقى دي معادلة الايه ماكسيموم اللي عندي. هجيب من هنا الايه ماكسيموم، وبعد كده اروح اجيب المومنت الماكسيموم اللي بتحمله القطاع. طب انا اصلا لو عايزين نفتكر مع بعض طريقة الفيرست برينسيبل، كان عندك بيبقى شكل بالشكل ده، وده النيترال اكسس، وده بالنسبة لي هو كان التسليح، وده هو السي سي اللي هو الكمبريشن اللي واقع على الكونكريت او ايه على الخرسانة. كنت بروح اقول ان المسافة دي كلها من اول القطاع ده لحد النيوترال اكسس هي المسافة دي، وان المسافة بتاعت القطاع ده بس كانت بتبقى الايه، وقلت ان الايه بتساوي 8/10 سي، وده كان بالنسبة لي هو البي، جميل. وقلنا ان المنطقة دي كانت بتبقى قانونها 67% اف سي يو على جاما سي. حلو الكلام لحد دلوقتي؟ حلو الكلام. انا عندي دلوقتي المومنت اللي على القطاع، عايز اجيب المومنت نتيجة الايه ماكسيمم اللي انا جبتها، فبروح اقول ان العزم هيساوي، انا عندي الضغط بيساوي قوة على مساحة، صح؟ انا العزم بيساوي ايه؟ العزم بيساوي فورس في ذراع عزم بالوحدات اللي هو المتر، تمام؟ طب الفورس دي بتساوي، انت عندك الضغط بيساوي قوة على مساحة، يعني الفورس بتساوي الضغط في المساحة، صح كده؟ صح. يبقى انا ساعتها قلت ان المومنت عبارة عن فورس في ذراع عزم، وانا عندي الستريس اللي عندك بيبقى فورس على الاريا، يعني لو عايز اجيب الفورس اللي عندي اللي هروح اطبقها في ذراع العزم، يبقى النتيجة بيساوي ايه؟ هيساوي الاستريس في الاريا. طيب الاستريس هنا هو الرقم ده، الاريا اللي عندي هي مساحة الشكل ده اللي هي البي في الايه، يعني اروح اقول ان العزم هنا هيساوي 67% اف سي يو على جاما سي، ده كده استريس، ولما اضربه في البي في الايه ده كده انا جبت الفورس، جميل. طب ذراع العزم ايه؟ ذراع العزم هو بالنسبة لي المنطقة دي، يعني انا باخد العزم دلوقتي هنا، فذراع العزم ده هيساوي ايه؟ انت عندك المنطقة دي كلها هي دي، والمنطقة دي هي ايه على الاتنين، يبقى المنطقة الباقية دي هي دي ناقص ايه على الاتنين، صح كده؟ بس الايه اللي انا شغال بيها هي الايه ماكسيموم اللي انا لسه حاسبها فوق من القانون اللي انا قلت عليه. هطلع من هنا قيمة الام ماكسيموم بتاع القطاع، خلاص. هروح احسب بعد كده الدلتا ام اللي هو ناتج عن الام التيميت ناقص الام ماكسيموم اللي هيتحمله القطاع. فرق المومنت ده هيساوي نتيجة ان انا هبدأ احمل القطاع باريا ستيل داش، فهاجي الاقي عندي ده الناترال اكسس، ده كان الحديد في الدايفن تنشن، وده هيبقى عندي الحديد في الضغط اللي هو الاريا ستيل داش،
تمام، وهلاقي ان المسافة دي تبقى دي ناقص الدي داش اللي هو 50 مللي الكفر اللي فوق، تمام. طيب الكلام ده هيساوي ايه؟ الكلام ده نفس الكلام، انا اي عزم بيساوي فورس في ذراع العزم بتاعي. طب الفورس اللي هنا اللي هي تبقى الاسترس في الاريا، الاسترس عندي هتبقى اف ييلد على جاما اس مضروبة في الاريا اللي هي الاريا ستيل داش مضروبة في ذراع العزم اللي هو الدي ناقص الدي داش. ده الكلام ده بيساوي الدلتا ام، هطلع من هنا الاريا ستيل داش. يبقى انا القطاع اللي عندي اول قطاع كان فيه اريا ستيل وما كانش فيه اريا ستيل داش، هروح اجمع عليه قطاع تاني انا زودته. ما انا القطاع ده دلوقتي ده الماكسيمم بتاع القطاع، فانا عايز ازود التسليح ده. علشان ازود التسليح ده هبدا ازود كمان فوق، فاحط هنا اريا ستيل داش واحط هنا اريا ستيل داش، وده كان الاريا ستيل ماكسيمم بتاع القطاع. هلا ان الكلام ده بيساوي قطاع في الاخر بالشكل ده، ده عليه اريا ستيل داش وده هنا عليه الاريا ستيل ماكسيمم اللي انا حسبتها بتاع القطاع زائد الاريا ستيل داش. وساعتها هتلاقي ان القطاع ده يكافئ العزم اللي انت عندك بدون ما تكبر الدبس. بس هتروح تعمل تشيك على الايه، الاريا ستيل توتال دي هتساوي الاريا ستيل ماكسيمم مجموع عليها الاريا ستيل داش. باخد الرقم ده واضربه في 4 من 10. لما بضرب الرقم ده في 4 من 10 الرقم ده المفروض يبقى اكبر من الاريا ستيل داش، خلاص. طب الكلام اللي انت بتقوله ده كويس، بس لو ناخد مثال بالارقام علشان نبدأ نفهم الكلام ده، ناخد مثال بالارقام. انا هيبقى عندي كاميرا عليها عزم 300 كيلو نيوتن او 30 طن بالمتر، تمام. وعمق الكاميرا اللي عندك هيبقى 550 لان التي اللي عندك هي 600، حلو. والبي عرض الكاميرا هو 200 مليمتر، جميل. طيب الاف سي يو اللي انا هشتغل بيها هتبقى 30 ميجا باسكال، والاف يو اللي انا هشتغل بيها 400 ميجا باسكال. دي المعلومات الجيفن اللي عندك. هتروح تقول ان الدي مع بعض كده بالراحة بتساوي السي 1 جذر الام التيميت على الاف سي يو في البي. طبعا احنا هنشتغل عن القطاع كريتيكال فهنشتغل ار سكشن، خلاص. هنقول ان الدي بتساوي 550 بتساوي سي 1 جذر ام التيميت 300 مضروبة في 10 اس 6. ليه؟ عشان احول من كيلو نيوتن في متر لنيوتن في مليمتر، مقسومة على الاف سي يو 30 ميجا باسكال. البي اللي عندك ب200، هتلاقي ان السي 1 من المعادلة دي طالعة 2.46، يعني اقل من 2.83%، لان الاف اليلد اللي عندك هي 400. اذا السي هنا طلعت اقل من الرقم ده، يبقى انا ساعتها عندي حاجتين، يعمل انكريز للدبس قطاع الفعال بتاع الكاميرا، يا اما ان انا اروح اعمل استخدم اريا ستيل داش واخلي القطاع اللي عندي دبل رينفورسد. طيب هنستخدم احنا الاختيار التاني ده، لان المعماري مثلا مش المعماري حكمك او انت مش هتعرف تزود القطاع عن السمك الدبس اللي انت شغال بيه. هتروح تعمل ايه؟ قلنا اول حاجة هروح احسب الايه ماكسيموم اللي هي كانت بتساوي 8 من 10 في السي اللي هي 2/3 مضروبة في 600 على 600 زائد الاف يلد على الجاما اس، الكلام ده مضروب في الدي، جميل. هتلاقي ان الكلام ده الدي دي ب550، الاف يلد ب400، الجاما اس ب1.15، الكلام ده كله تضربه في بعضه هتطلع معاك ان الايه ماكسيموم ب185.7 مليمتر. هروح احسب ساعتها الام التيميت ماكس بتحمله القطاع ده اللي احنا قلنا بتساوي 67% الاف سي يو على جاما سي، فدي كانت بالنسبة لي الاسترس، بروح اضربها في الاريا البي في الايه ماكسيموم كده، انا ده بالنسبة لي كله ده الفورس، اروح اضربه في ذراع العزم اللي هو الدي ناقص الاريا ستيل ماكسيموم على 2، يبقى انا كده ده العزم فورس في ذراع العزم بتاعه. هلاقي ان الكلام ده هيساوي 67% في 30 على 1.5،
الكلام ده مضروب في 200 ملي مضروب في الايه اللي هي 185.7 مضروب في 550 اللي هي الدبس ناقص الاريا ماكسيمم كانت ب185.7 مقسوم على الاتنين، هتلاقي ان الام ماكسيمم بتاع القطاع ده كان طالع ب227 كيلو نيوتن في المتر. يبقى ده دلوقتي الام ultimate max اللي يتحمله القطاع. جميل. وانا عندي العزم اللي على القطاع كام؟ 300. يبقى انا عندي في فرق عزوم كام؟ 300 ناقص 227، يبقى انا عندي فرق عزوم 73 كيلو نيوتن. طب فرق العزم ده هنشيله ازاي؟ قلنا ان احنا هنشيله بالاريا ستيل داش. اللي هو انا هقول الدلتا ام هتساوي الاريا ستيل داش مضروبة في الاف ييلد على الجاما اس. قلنا ان استرس في اريا في ذراع العزم الدي ناقص دي داش. طيب الاريا ستيل داش مجهولة، الاف ييلد ب400 على الجاما اس ب1.15، الدي اللي عندي بكام؟ الدي اللي عندي ب550، اطرحها من الدي داش اللي هو كفر بتاع الخرسانة في اتجاه الضغط اديني 50. الدلتا ام اللي عندك ب73 كيلو نيوتن، صح؟ 73 كيلو نيوتن اروح اضربها في 10^6 عشان احولها من كيلو نيوتن في متر لنيوتن في الملي متر. اطلع من هنا الاريا ستيل داش بكام؟ طلعت ب419. حلو. 419 دي لو رحت استخدمت قطر 14 اللي هو 153، رحت قسمت الرقم ده عليه هيطلع معاك 3 قطر 14. خلاص نقول بس كان فصل فهنكمل، لان ان الاريا ستيل داش هتبقى 3 قطر 14. تمام. هروح احسب الاريا ستيل ماكسيمم اللي كانت عندي نيو ماكسيمم في البي في الدي. انا شغال باف يلد 400، هخش على الجدول اللي احنا قلناه، هتبقى 4.31 × 10^4 مضروبة في الاف سي يو ب30، تمام، مضروبة في البي ب200، مضروبة في الدي ب550. هتلاقي ان الكلام ده طالع ب1.422 ملي متر مربع. تمام. هروح اقول الاريا ستيل توت هيساوي الاريا ستيل ماكس اللي انا حسبتها دي زائد الاريا ستيل داش، يعني الكلام ده بيساوي 1.422 + 1.419. هتلاقي ان الكلام ده طالع ب1.841. هروح اضرب الرقم ده في 4/10. 4/10 في الاريا ستيل توتال هيساوي 4/10 في 1.841 هيساوي 1.841 × 4/10 736.4. هلاقي ان الكلام ده اكبر من الاريا ستيل داش اللي انا كنت حاسبها اللي هي بكام؟ ب419. يبقى انا كده تمام سيف. يبقى انا القطاع اللي عندي هيبقى بالشكل ده، الاريا ستيل اللي هنا دي 3 قطر 14، الاريا ستيل اللي هنا دي كانت 1841، لو رحت قسمتها على 254 اللي هو قطر 18 يطلع معايا 8 قطر 18، وان القطاع ده 200 والقطاع ده 600، وساعتها القطاع اللي عندك ده هيتحمل 300 كيلو نيوتن في المتر. ده لما تكون انت شغال القطاع اللي عندك ايه كريتيكال سيكشن في حاله الاعراض. ده كده بالنسبه لك لو انت عندك كاميرا كان عليها عزم اكبر من الماكسيمم اللي تحمله القطاع، كان يبقى عندك حلين، يا تعمل انكريز للعمق تزود عمق الكاميرا، يا اما تروح تشتغل بانك تضيف حديد في اتجاه الضغط اللي هو الاريا ستيل داش، بحيث ان الحديد ده ما يزيدش عن 40% من الحديد الكلي في القطاع. تمام. فاحنا هنشتغل بطريقه الاريا ستيل داش، وقلنا الحسبه بتاعها بتبقى ازاي زي ما شرحنا في القوانين وطبقنا عليها بمثال. بس ده كان
الجزء الخاص بتصميم المومنت. الفيديو الجاي بقى ان شاء الله هنتكلم فيه عن ديزاين الكاميرات نتيجة الشير فورس، وهنتكلم برضو الكود الجديد قال ايه في موضوع قوانين الشير، اختلفت ولا زي ما هي. هنشوف الكلام ده ان شاء الله الفيديو اللي جاي. شكرا، السلام عليكم.